السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، الصف العاشر، المادة الكيمياء. نحن آخر شيء أخذناه عن الألكاينات، هذا الفيديو الختامي، هذا آخر فيديو حنزله بيتعلق بالمادة. نحن آخر شيء أخذنا عن الألكاينات صفحة 65، حكينا عن الصيغ البنائية للألكاينات، وحلينا آخر شيء سؤال صفحة 68. أوكي، كمان أعطيتك واجب، قلت لك قبل الواجب أعطيتك إنه عن البروباين والبيوتاين وعن البنتاين، وأخذنا تدرج الصيغ البنائية وكيف شكل المتساوغات فيها. بعدين أعطيتك واجب الهيكساين، قلت لك هذا واجب عندك. بشكر كل الناس اللي بتشارك معي واللي بتحل معي على الجروبات، طبعا هذا كله جزء من تقييمك، يلي بتبعت لي حلها وبتناقشني وبتضلها لآخر نتفة بدها تعرف شو الحل. عن جد بشكركم من كل قلبي يا شباب ويا صبايا. هلا في عندي صفحة 69 اللي هي المبلمرات، طبعا هاي المادة محذوفة معك، يعني آخر شيء المبلمرات، وارجع كله لورا آخر الكتاب، هاي المادة محذوفة من قبل وزارة التربية والتعليم. بصفي في عنا أسئلة الوحدة، أسئلة الوحدة برضو ما بدي إياها، لأنه أسئلة الوحدة بتتناول أو بيدخل بكل سؤال مادة أنت مش ماخذها، فعشان هيك ما بدي إياها، مسامحك فيها، لأنها بتتضمن يعني المادة المحذوفة من قبل وزارة التربية والتعليم. بس التأكيد على المعلومة، الخصائص الفيزيائية والخصائص الكيميائية للألكانات وللألكينات وللألكينات برضو ما بدي إياها، محذوفة من قبل وزارة التربية والتعليم، لأنه حكيتها ورجعت كررتها وبرضو لسه في ناس بتسألني عنها. بدي هلأ نتناقش بالحل تبع الهيكساين. أنا المرة الماضية طلبت منك الهيكساين، بدي جميع متساوغاته. هلأ أنا بعرف إنه الهيكساين، بما إني أنا بحكي آين معناته أنا بحكي عن ألكاين. شو الصيغة العامة للألكاين؟ CnH2n minus 2. معناته شو رمزه للهيكساين؟ طبق، بحكي أول شيء ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هيكسان، هيكساين، رقمه 6، إذا سي 6. اتش 2 في 6 12، 12 ناقص 2 10، إذا الصيغة الجزيئية هاي، انتبه لأنه لسه في ناس بتلخبط ما بين الصيغة البنائية وما بين الصيغة الجزيئية. هلأ هاي إيش؟ الصيغة إيش؟ الجزيئية. أوكي ركز. هلأ بدي أبلش بالصيغ البنائية. أول صيغة اللي هي بسلسلة سلسلة مستمرة، عندي 6 كربونات. لاحظ أن الرابطة الثلاثية موجودة بين الكربون الأولى والثاني، سواء عبرت عنها بهذا الشكل أو عبرت عنها بالرموز ما بتفرق معي، المهم أنه أنت عارف تحل. نيجي هلأ غير موقع الرابطة الثلاثية من ما بين الكربون الأولى والثاني، خليها ما بين الثاني والثالثة، تصبح بهذا الشكل، وأيضا بكون حصلت على متساوغ آخر. كذلك الأمر لو إني غيرت موقعها ما بين الثانية والثالثة وحطيتها ما بين الثالثة والرابعة، برضو ححصل على متساوغ جديد. بكل مرة مثل ما تعلمنا، بكل مرة بغير فيها موقع الرابطة الثلاثية، معناته أنا بحصل على متساوغ جديد، معناته أنا بحصل على صيغة بنائية جديدة، الرابطة الثنائية أو الرابطة الثلاثية، المغزى بأنه مكان الرابطة الغير المشبعة. أوكي نيجي لرقم 4. لاحظ رقم 4 بلشت أشتغل أنا على المتساوغ الأول، إنه هي الرابطة الثلاثية موجود ما بين الكربون الأولى والكربون الثانية. أوكي هلأ الكربون رقم 6 أخذتها كلها ونزلتها وين؟ على الكربون رقم 3، يعني هاي 6 مسكتها نزلتها على الكربون رقم 3 هون، فأصبح لدي متساوغ جديد، وهون صار في عندي سلسلة، شو مالها؟ سلسلة متفرعة. لاحظ اني انا بدي ابلش اعد من وين؟ من اليمين للشمال، بدي ابلش اعد هاي الكربون نمبر 1، هاي نمبر 2، هاي الكربون رقم 3. لاحظ اذا انا هون وقفت على الكربون رقم 3، راح احتار امشي دغري ولا انزل لتحت. اذا نزلت لتحت بيكون في عندي هاي الكربون الرابعة، وهيك انتهت السلسلة، بوقف. بينما اذا مشيت على الخط المستقيم على السلسلة
الشارع الرئيسي السلسلة الأفقية، لو مشيت بحصل على 5 كربونات، معناته هاي هي أطول سلسلة، معناته أنا بعتمد على هاي. أوكي هون بما أنه صار في عندي كربونة نزلت، معناته أنا صار في عندي تفرع، إذا هاي من السلاسل المتفرعة وهاي شكلها كاختصار. كتبتها هيك أو كتبتها هيك نفس النتيجة ما بتفرق معي. نيجي لأرقام 5. 5 برضو على الكربون رقم 3، أنا مش بس عملت تفرع كربون للأسفل، لأ كمان مسكت الكربون رقم 5 وكلها حطيتها على إيش؟ الكربون رقم 2، الكربون عفوا رقم 3، فصار في عندي على الكربون رقم 3 تفرع للأعلى وتفرع للأسفل. برضو أنا لما بدي أجي أعد بعد من الشمال لليمين، فبحكي 1 2 3، بوقف على الكربون رقم 3 فبحكي بدي أطلع لفوق ولا بدي أنزل لتحت، بدي امشي لفوق ولا بدي انزل لتحت، ولا بدي امشي دغري. يعني انا صار في عندي 3 شوارع، بهاي الحاله ما بتفرق معي. ليه؟ لانه اذا مشيت دغري حتكون الكربون اللي عندي رقم 4، وهون برضو الكربون رقم 4، وهون الكربون رقم 4، يعني اطول سلسله عندي تتكون من 4 كربونات، فما بفرق عندي بهاي الحاله، فقط الترقيم. لكن هون في عندي تفرعين على نفس الكربون. طبعا تفاصيل هاي الموضوع رح تاخذوها باول ثانوي في التسميه. اوكي المهم، بما انه هون هاي الكربون رقم 3 كان في عندي تفرع، وهون اطول سلسلة عندي 5، لكن هون اطول سلسلة عندي 4، والكربون رقم 3 تمتلك عندي تفرعين، فهاي صارت مختلفة تماما، رقم 5 مختلفة تماما عن رقم 4. اوكي هلا نيجي للصيغة البنائية رقم 6. الصيغة البنائية رقم 6، حط الرابطة الثلاثية ما بين الكربون الأولى والكربون الثانية، عمل عندي تفرع على الكربون رقم 4. لاحظ هون التفرع على الكربون رقم 3، مجرد ما أني أنا أنقل هذا التفرع من الكربون رقم 3 وأحطه على الكربون رقم 4، أنا بحصل على متساوغ جديد. أوكي طبعا كتبته هيك أو كتبته بالصيغة بالصورة المختصرة برضو ما بتفرق. آخر شيء كربون رقم 7، عفوا المتساوي رقم 7، هي 1 2 3، لاحظ بأنه أنا عندي الرابطة الثلاثية موجود ما بين الكربون رقم 2 والكربون رقم 3. أنا مسكت الكربون السادس وحطيتها وين؟ على الكربون الرابعة. لما أجي بدي أعد أو بدي أرقم، ببلش من اليمين ولا من الشمال؟ ببلش من اليمين. ليه؟ لأنه من اليمين رح يكون عندي الكربون التي تمتلك رابطة ثلاثية رقمها 2، 1 2، بينما لو بدي أبلش من الشمال يعني حتكون عندي هاي 1 هاي 2 هاي 3، الكربونية اللي رح تمتلك عندي الرابطة الثلاثية رقمها 3. ونحن حكينا القواعد الأساسية المرة الماضية أو في الحصة الماضية أو في الفيديوهات السابقة، حكينا بأنه يجب أن تحتوي الرابطة الثلاثية أو الثنائية أقل ترقيم، أقل ترقيم. يعني مين الأولوية؟ إنه الكربون 2 ولا 3؟ أكيد 2. أوكي فعشان هيك ببلش أنا من اليمين. عندي هون التفرع على الكربون رقم 4، إذا هاي عندي بتشكل عندي سلسلة متفرعة. في كتير ناس وصلني إجاباتهم عاملين لي الشكل هذا المرسوم عندك، عاملين لي هاي الشغلات كلها. في ناس وصلني يعني حلهم رسمين 10 صيغ بنائية، لكن فعليا لما أجي أنا طبعا هو ما بيكون مرقم، الترقيم كتير بيسهل عليك الحصول على صيغ بنائية. لما نترقم بتستنتج بأنه أنت في عندك تكرار، فبدك تحاول وكرر. الموضوع هذا بيعتمد عندي على المحاولات. بعدين خلي يعني طريقة رسمك واضحة وسهلة، وضح لي بأنه هون مس في كربوني، مش أني أنا أقعد أحلل أنه هاي الكربوني متصلة، أنه هاي الهيدروجين متصلة في أي كربوني وهاي الكربوني متصلة في أي كربوني تانية. مش منطق تحط لي الكربون هاي وما تحط لي الرابطة. طب ما أساس الارتباط ما بين الكربون رقم 4 والكربون رقم 5 انه انا بيجود يكون في عندي رابطه، مش منطق تحطها وترسمها بدون ما يكون في عندي رابطه. يعني اوكي انت موزع الهيدروجينات وناس تحط الروابط، طب حلك هيك غلط. مس انتبه، رجاء انتبه، يعني اعطي الحل حقه، حل بضمير علشان يطلع حلك صحيح رجاء. اوكي وكرر انتبه انه يكون في عندي انه الكربون بتكون عندي 5 روابط محيطه فيها، عفوا بتكون 4 روابط محيطة فيها. كتير ناس بيوصلني حلها حاطين للكربون 3 روابط فقط، أو حاطين للكربون 5 روابط فقط، أو حاطين للكربون 6 روابط فقط. لا
مش مظبوط. في ناس وصلني حالها حاطين ثلاث رابطة ثلاثية، وحاطين هون رابطة وراجعين حاطين فوق هيدروجين وفوق هيدروجين، يعني مثل كأنك أنت بترش الهيدروجينات من دون فيها مس. أنت عندك 10 هيدروجينات، يعني حتى لو أنت كنت ملخم بدك تتأكد إنه حلك صحيح ولا لا، عد الكربونات اللي عندك، عد الهيدروجينات اللي عندك. أنت لما نحكي هون مثلا عن الهيكساين، أنا بحكي C6H10، يعني مفترض إنه أنا الصيغة اللي رسمتها فيها 6 كربونات و10 هيدروجينات. إذا طلع عندك 11 هيدروجين معناته أنت في عندك غلط في الروابط، معناته أنت في عندك مشكلة في الكربونات، معناته أنت حاطط كربوني 5 أو حاط 5 روابط عاملة أو عاملة 3 روابط. فراجع حلك، حل بانتظام، بعد الكربونات عن بعض. الموضوع هذا بده بيتطلب منك شوية ترتيب للحل. رجاء يا عاشر ركز بالحل، رجاء حاول. اوكي، نحنا هيك منكون ختمنا المادة، يعني فيديو اليوم بس عشان احكي لك انه نحنا ختمنا المادة، وانك تابع معي على الجروبات وبعت لي حلك. انتوا امتحانكم بإذن الله تعالى حيكون يوم الخميس. طبعا انا تفاصيل الامتحان، كل اشي بيتعلق بالامتحان والمادة الداخلة في الامتحان برضو بعتها بمسج طويل على كل الجروبات، وحكيت لكل الشباب والصبايا اللي على الجروبات، يلي مش معانا على الجروب يبعت للناس اللي برا. فاذا انت حضرت الفيديو هاد وما شفت المسج اللي انا بعته على الجروبات، ارجع ابعت على الجروب، انا حرد عليك، انا حرجع اكرر لك المسج، هحدد لك المادة من اول وجديد. اوكي يا عاشر، كل عام وانتو بخير. المادة سهلة وبسيطة، هيك نحنا منكون انهينا مادة العاشر للكيمياء. اوكي، كل عام وانتو بألف خير، تابع معي على الجروبات، انا موجودة لأي سؤال لأي استفسار. وادرس. آخر ملاحظة بدي أحكيها بالنسبة لامتحاننا وامتحاناتنا اللي رح تيجي لقدام. امتحاننا مش معنى إنه هو أونلاين معناته ما فياته حل، أنت عارف مادتنا كلها حل، كلها حل. فحتى لو كان في عنا مثلا اختيار من متعدد، بدك تختار رمز الإجابة الصحيحة، بدك تحل أنت على ورقة وقلم خارجي علشان تتمكن إنك توصل للإجابة النهائية وبعدين تحددها عندي على الجهاز. ف بموعد امتحان الكيمياء حضر حالك انه يكون في عندك ورقة وقلم، وانك تحسب هذا فيما يتعلق بالحسابات الكيميائية، وايضا فيما يتعلق بالكيمياء العضوية برضه بدك ترسم وبدك تحل وبدك تشوف الحل عندك على ورقة وقلم خارجي، بعدين تثبت عندك الإشارة الرمز على الاختبار اللي عندك على الجهاز. اوكي، مش معنى انه مثلا الامتحان اختياره متعدد معناته انه خلص سهل ومش بحاجة لورقة وقلم، انت عارف طبيعة مادتنا كلها بحاجة لحل وكلها بحاجة لورقة وقلم انك تحل. فرجاء بتمنى تجهز حالك قبل الامتحان، تكون مجهز ورقتك قلمك وقاعد بكل استعداد. مدة الاختبار راح اعلن قبل بيوم قديش مدة الاختبار، فلا تنسى حالك. الامتحان لوقتها برضه حاعلن كم من دائرة حيكون عندي، لوقتها حاعلن برضه قديش مدة الاختبار. لا تنسى حالك، كل التوفيق يا عاشر، أنا موجودة على الجروبات لأي سؤال، ويعطيكم ألف عافية.